اهلا بحضراتكم. مصر بترجع لدورها اللي تستحقه دايما على المستويات المختلفه، ومصر دايما متقدمه بثقافتها بقوتها الناعمه. عاوزين يعني نؤكد على ده، وعايزين نرجع لكل فعالياتنا اللي من شأنها انها تخلق اجيال جديده من المثقفين ومن الفنانين. والمسرح هو الاداه الرئيسيه في تعليم المجتمع وتثقيفه وتوجيهه للقيم النبيله، لانه طول عمره بيبث الحق والخير والجمال. خلينا نتكلم النهارده عن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانيه عشر بكل تفاصيله، واللي بيساعدنا انه يتحدث عنه الاستاذ ناصر العزبي الكاتب والناقد المسرحي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ ناصر. يعني نبدا الاول بهذا المهرجان، وطبعا زي ما قالت نهله في البدايه، مثل هذه المهرجانات هي بتؤسس وبتؤرخ لتاريخ مصر، وكمان بتحافظ على قوتها الناعمه والثقافه وانتشارها. طبعا ده جزء مهم جدا. يعني يعني عايز تحارب الارهاب ابدا بالفنون. اتفضل. صحيح. هو طبعا احنا بنقول صباح الخير للمصريين، وبنقول للمسرحيين كل سنه وانتم طيبين، داخلين على مهرجانات مسرح، مهرجان قومي للمسرح المصري، وبعد منه بشهر تقريبا مهرجان المسرح التجريبي، وفي احتفاليات. وبعدين برضو مصر كشعب، شعب فنان، مصر فيها مسرحيين كتير، مصر بتنتج ما يقرب لو تم حصره قد يصل ل 3000 مسرحيه في السنه في كل الجهات والمؤسسات والهواء والمختلفين والمدارس. 3000 مسرحيه تقريبا سنة. يعني انا بحصل بشكل سريع. ممكن تصل طبعا العدد ده ما بينتجش في اي دوله، ما اظنش ان ممكن دوله في العالم تنتج العروض دي. عشان كده المهرجانات السنه اللي فاتت كان عندنا مهرجان المسرح العربي، ودائما بنعمل مهرجانين في كل سنه في شهر اغسطس، السنه دي يتعمل في شهر يوليو. بنرجع بس بالذاكره شويه، ان مهرجان المسرح التجريبي كان في اواخر الثمانينات، والمسرحيين ولجنه المسرح في مجلس اعلى الثقافه طلبت بان يكون في مهرجان موازي للمصريين. استجاب وزير الثقافه وقتها الفنان فاروق حسني، واتعمل دوره من مهرجان المسرح المصري سنه 95. الدوره دي اثارت جدل والنتيجه تسربت، فتم الغاء المهرجان. اعضاء لجنه المجلس الاعلى للثقافه برئاسه الفنان الكبير الراحل سعد أرضش، وكان معاه الدكتور علا وصفي والسلموني وفهم الخولي ومحمد رفاعي واخرين، ظلوا يطالبوا بعوده المهرجان، الى ان استجاب الفنان فاروق حسني لعوده المهرجان في الشكل الحالي اللي احنا فيه دلوقتي سنه 2006. وكانت الدوره الاولى كانت برئاسه الفنان عزه العليلي، وكان رئيس لجنه التحكيم الفنان محمود ياسين، واتعملت الدوره دي. وكان يعني جوائزها كانت جوائز مهمه جدا، كان خد فيها نص جائزه الاخراج مناصفه خدها مراد منير مع الفنان المخرج ناصر عبد المنعم، وخد جوائز كتيره جدا، والعرض حقق نجاح ونافس فيه بمنافسه على مستوى الاسماء. كان الفنان جمال ياقوت مخرج كان في الثقافة الجماهيرية حصل على جائزة أحسن مخرج صاعد، والفنان هشام عطوة خد عن عرض كاليجرا أحسن مخرج صاعد. المهرجان استمر في دوراته و إلى أن وصل حتى الآن الدورة الـ 12 اللي هتتم السنة دي. فيها تغيير وجوه بقى الدورة الـ 12، يعني في تسليم كده الراية من جيل إلى جيل. تمام. حتى رئيس المهرجان هو فنان يعتبر برضو في شبابه، هو الفنان أحمد عبد العزيز، ومعاه مجموعة من الشباب، رنا عبد القوي مثلا على مستوى النقد المسرحي. تمام. وهي شابة صغيرة. صحيح. نتكلم عن يعني أعضاء القائمين على هذا المهرجان هذا العام. تمام. هو مع الدورة الحالية كان رئيس المهرجان الدكتور حسن عطية، ربنا يديه الصحة ويتمم شفاءه، اعتذر عن استكمال الدورة. هو عمل دورتين سابقين، وبطبيعة الحال الدكتورة معالي الوزيرة أصدرت قرار بلجنة عليا برئاسة الفنان الكبير أحمد عبد العزيز. وطبعا الفنان الكبير أحمد عبد العزيز معروف بشكل عام، وإن كان معروف في الدراما التلفزيونية إلا إنه كان خريج معهد عالي للفنون المسرحية، وعمل بمسرح الطليعة سنة 76، وأنهى عمله في الوظيفة كمدير المسرح الكوميدي. وطبعا معروف احمد عبد العزيز باعماله، وكان له بدايات سينمائيه مع يوسف شاهين وداعا بونابرت، وله افلام
محدوده الا انه تفرغ للدراما التلفزيونيه وله اعمال طبعا كلنا كتير. يعني فاكرين يوسف الضو يعني ده من اشهر ادواره ابن عباس الضو طبعا في ذئاب الجبل و المال والبنون و... ايوه ومين اللي ما يحبش فاطمه ومن الذي لا يحب فاطمه ومن الذي لا يحب هي الاغنيه هي اللي بتقول مين اللي ما يحبش فاطمه هي طبعا هو في اعمال كتيره له وبرده اللجنه طبعا زي ما سيادتك قلت ضمت هو دايما اللجنه بتضم 13 عضو بيبقى سته بصفتهم كمؤسسه بيت الفن المسرح قطاع الشؤون ممثلين يعني عن وزاره الثقافه المسؤوله عن والبيت الفن الفنون الشعبيه والمركز القومي للموسيقى والمسرح طيب استاذ ناصر خليني اخدك في جزء مختلف تماما يعني وهو انتباه الجمهور للحركه المسرحيه تمام احنا في فترة من الفترات كان الحركة المسرحية كانت حركة مهمة جدا وكان الجمهور بيبقى ايه عارف كويس جدا ان هو في الاجازة الاسبوعية هيروح سينما او هيروح مسرح وكان الاسرة المصرية ملتزمة بده قوي ده فين دلوقتي واحنا ازاي نقدر نرجع الاسرة المصرية تاني باولادها ان هي تروح وتتفرج على المسرح هو حاليا في ظل الاتصالات والنت والفيسبوك والواتس والحاجات دي اصبح من الصعب جدا ان احنا ننتزع الناس وانها تخش المسرح الا ان المسرح الحقيقي اللي بيحقق نفسه بالفعل بيجذب الجمهور يعني المسرحيه اللي بتعرض حاليا الملك لير لتامر مصطفى المخرج اللي حصل على جائزه بطوله الفنان يحيى الفخراني ولا بطوله الفنان يحيى الفخراني برضه مسرحيه مستمره وعليها اقبال شديد ما بتنقطعش عن الجمهور ده اللي احنا عايزين نقوله انه في اقبال على المسرحيه أنا عشان برضه اتواصل مع فكره المهرجان انت سيادتك قلت جمله جميله جدا طبعا اللي هي الجمهور والمسرح اللي كان بدا هو المسرح كان بدا يفقد هويته في اواخر السبعينيات وهنا في الجيل ده ظهر اثنين فنانين تلازموا مع بعض الفنان لينين الرملي والفنان محمد صبحي صح. دول ظهروا في الفتره دي هتكلم عن لينين الرملي لان المهرجان كرمه في انه عمل مسابقه باسمه مسابقه للتاليف المسرحي جائزه التاليف المسرحي باسم لينين الرملي ربنا يشفيه ويعافيه يعني طبعا دي صح ربنا يديه صح احنا بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله لينين الرملي من الكتاب الجادين جدا صعب جدا ونادر ان احنا نلاقي كتاب في الكوميديا هو كاتب كوميديان بيكتب كوميديا بشكل عالي جدا وتنتمي للكوميديا السوداء عمل مسرحيات كتير جدا وعمل افلام كتير جدا يعني لو تذكرنا الافلام بتاعته هنجد ان افلام عادل امام اللي هي بخيت وعديله واحد بخيت وعديله اثنين افلام نادر جلال اللي عملها مع عادل امام اربع افلام عملهم مع بعض وفيلم البدايه بتاع جميل راتب ابو سيف تمام جميل راتب والمخرج صلاح ابو سيف على مستوى الاعمال الدراميه في اوائل السبعين نص السبعينيات عمل علي بيه مظهر وعمل مسرحيه انتهى الدرس يا غبي وعمل مسلسل رحله العمر عمل مع محمد صبحي فرقه 90 فرقه 80 استوديو 80 اللي عمل من خلالها مسرحيات كتير مشهوره المهزوز و وجهه نظر تخريف وجهه نظر الهمجي ومجموعه من المسرحيات اعماله معروفه فبالفعل احنا بنشكر اللجنه العليا انها عملت جايزه باسمه وده كنوع من التكريم للفنان لينين الرملي. كمان المهرجان هذا العام ما نسيش يعني قامه كبيره جدا هو الدكتور فوزي فهمي وعمل جائزه باسم المقال النقدي المتميز او الدراسه النقديه المتميزه. تمام احنا هنا بس سيادتك انت بتفتحي منطقه التعديلات اللي بتتم في المهرجان هو المهرجان رأسه الدكتور حسن عطيه من سنتين واستحدث فيه مسابقه المقال وعمل فيه مسابقه المقال ومسابقه الدراسه باسم فوزي الدكتور فوزي فهمي ده وعمل حاجه استحدثها في الدورتين اللي فاتوا ان استضاف على هامش المهرجان على هامش فعالياته دوله عربيه دي من ضمن الحاجات اللي استحدثوها والسنه اللي فاتت استحدثوا ملتقى المسرح الطفل هذا العام في تولي احمد عبد العزيز الدوره الجديده اضاف ثبتوا مسرحيه الملتقى جعلوها مسابقه فبقى في مسابقه للمسرح الطفل ده نمره واحد نمره اثنين اضافوا مسابقه التاليف المسرحي دي من ضمن الاستحداثات ولكن في استحداث ثاني حصل وهو استحداث ان المسابقه كانت مسابقه في العروض المسرحيه اتقسمت لحاجتين
ودي نقطه فيها جدل كبير قوي، اتقسم لمسابقه الشباب ومسابقه مسرح الكبار او المسرح الكبير. دي من ضمن الحاجات اللي عليها جدل. يعني هنا بنصير قضيتين، القضيه الاولانيه ان الفصل ما بين مسرح الشباب ومسرح الكبار. مسرح الكبار هيبقى مسارح البيت الفني المسرح، الفنون الشعبيه، الهناجر، قطاع الانتاج، الفنون، معهد العالي للفنون المسرحيه، ده مسرح الثقافه الجماهيريه. والشباب خلوه مسرح ثقافه جماهيريه، نوادي مسرح وتجارب نوعيه، والجامعات والشباب والرياضه فقسموها. هنا بقى المشكله ان صعب الفصل. يعني اذا كنا مسرح الكبار معتمدين على الانتاج، احيانا في مسرح الشباب انتاج كبير، مسرح المسابقه الكبيره فيها شباب صغيرين، يعني زي مسرح الثقافه الجماهيريه كله شباب. بس هل هي اسمها كده مسرح الكبار والشباب، ولا هم يعني انا قريت تقسيمه اخرى اللي هي المسرح اللي هو المؤسسات، سواء القطاع العام او القطاع الخاص، والمسرح الاخر هو مؤسسات الافراد، لو قائم على الافراد ممكن يشمل التجارب المسرحيه اللي موجوده مثلا في جامعات، في وزاره الشباب والرياضه، في غيرها من المناطق دي، على افراد قائمين. لا هو التقسيم في مسرح دوله هنا وفي هنا مسرح دوله. يعني مسرح نوادي المسرح ده تبع الاولانيه دوله وقطاع خاص، يعني بس هي مؤسسات، المهم ان هي مؤسسه او يعني ما يشابهها حاجه كبيره. تمام. هنا وهنا في شباب. يعني في هنا مسرح في شباب، وهنا في مسرح في شباب. هنا احيانا الانتاج يكون ضخم، يعني في المسرح المستقل ممكن يكون انتاج ضخم. فهنا الفصل في الفروق دي حاجه. انما هو في هنا هدف سامي، يعني الفنان احمد عبد العزيز اراد انه يخرج به حرج، او عايز يعمل دخل اعلامي للمهرجان، فعشان النجوم ما يتحرجوش من دخول المسابقه امام الشباب. زي ما حصل في اول دوره الفنان محمود ياسين والفنان اجت العليلي ما خرجوا من المنافسه. فهو هنا عايز يعيد دخول النجوم للمسرح. ده نقطة. النقطة الثانية وهي تغيير لوائح المهرجان. يعني هنا حصل تعديل في اللوائح اللي تم وضعها. طب تعديل لوائح المهرجان ده بيبقى سلطة مين؟ اللجنة العليا للمهرجان ولا اللجنة المؤسسة للمهرجان اللي هي لجنة المسرح؟ هو هنا منطقة الخلاف. اللجنة العليا للمهرجان بتضع وجهة نظرها، بتختار لجنة التحكيم، بتختار كل ما يتعلق، بتختار افكار جديده بتضيفها وبتطور. ولكن حينما ندخل لموضوع اللائحه او الدستور بتاع المهرجان، هنا لابد ان يكون في على الاقل اجتماع ما بين اللجنتين على هذا الاساس، لان دي نقطه من المناطق احنا بنقولها دلوقتي. لما تعلن النتائج في نهايه المهرجان هتبقى مسار جدل شديد. طيب. جدا. كان في فتره من الفترات المسرح الخاص كان ليه زخم ضخم جدا وقوي جدا، وخاصة احنا في الموسم بتاعه. تمام. الموسم الصيفي. تمام. النهاردة احنا بنشوف نموذجين تقريبا او تجربتين مهمين جدا وعاملين برضو حراك، ويمكن ساعد في ده طبعا السوشيال ميديا، وطبعا المسرح الخاص بشكله. يعني تمام. شايف ده ازاي؟ وانا مش عايز اذكر الاسماء، لكن تتكلم على انه يستمر ويعود. تمام. تاني الاستثمار في هذا المسرح. هو المسرح اللي انت بتتكلم عنه كان فيه في الاول في مسرح ايام مسرح الستينيات، كان مسرح القطاع العام اقوى من مسرح القطاع الخاص. صحيح. ما بعد الانفتاح حصلت هوجه اللي كادت انها تاخد هويه المسرح وهويتنا الثقافيه معاها، هوجه مسرح القطاع الخاص اللي بدا ينحرف في المسرح عن كلمته الجاده. فكان في مسارح، كان مسرح القطاع العام هو اللي كان بيقاوم عشان يبقى. مسرح لينين الرملي ومحمد صبحي ده كان مسرح ما هوش قطاع عام. ولكن كان صامد بيمثل مسرح قطاع خاص. تلك النوعيه كان بيحط فكره اشتغل عليها. تمام. وكان له جمهوره طبعا، ومحقق النتيجه وماشي في الهويه بتاعتنا. والمسرح الاخر برضه حاجه ذكرته، هو كان بيستهدف العرب اللي بياتوا الى مصر في موسم الصيف علشان يعملوا لهم نوع من انواع الترفيه. كان في مسرحيات بنسميها زي افلام العلب، مسرحيات العلب. المسرحيه تتعمل في ثلاث ايام وتتعرض يومين ثلاثه. لا مش موسم صيف. وتتصور تلفزيون ويتعمل غيرها. ده طبعا ما كانتش حاجه جيده، يعني لان العمل المسرحي عمل لازم ياخد حقه في كل حاجه وفي كل التجهيزات
الاستعداد. كان مسرح بنسميه مسرح النجم، بيعتمد على النجم وعلى ارتجاله، يطلع الفنان بغض النظر عن ان احنا نقول اسماء، بياخد المسرح لحسابه ويبدا يقول افيهات ويشتغل، ده طبعا اللي كان سائد. حاليا المسرح بشكل عام بقى سواء الخاص، هو ما عادش قطاع خاص موجود حاليا، يعني نادر جدا لما بنسمع عن مسرح قطاع خاص، انما مسرح الدوله لابد ان ياخد كمان قوته اكتر. يعني لابد ان يكون عندنا في مصر مسارح في كل حته. طب يعني انا عايز اتكلم حضرتك في جزئيه تانية، وتجربه كانت ناجحه جدا في مرحله السبعينات والثمانينات، وهي مسرح التلفزيون. تمام. طلعت نجوم كبار جدا واشتغل على الهويه المصريه والثقافه المصريه وبعض النصوص العالميه على المستوى العالمي. ليه ده ما بيحصلش تاني يا استاذ؟ هو مسرح التلفزيون خد فتره وتوقف فتره السبعينات وجزء من الثمانينات الى ان اعاده الفنان عصام السيد لما تولى ادارته، وبعد منه الفنان الله يرحمه محسن مصلحي، وبعد كده توقف برضه مسرح التلفزيون. مسرح التلفزيون موجود حتى الان مكانه، ويستطيع انه يعاد يعني دي محتاجه بقى نظرة من التلفزيون يعني نفسه. نعم. وبعدين مسرح التلفزيون جاذب للنجوم، مش طبعا يقول لا. ومسرح يعني انا شايف انه المفروض انه مش ينتج مسرحيه واحده في التالي، المفروض انه على الاقل يحط خطه انتاج 12 مسرحيه في السنه، كل شهر مسرحيه. طبعا يعني زي ما حضرتك ذكرت القطاع العام او مسارح الدوله دلوقتي قايمه بدور كبير جدا، ويمكن ساعد على ده ما بعد الثوره ان القطاع الخاص تراجع بعض الشيء، فالدوله اثبتت وجودها من خلال مسارحها. فبنتمنى كمان انه مسرح التلفزيون يعود مره ثانيه، ويبقى سهل تصوير المسرحيات دي والتعاون بين التلفزيون وبين مسرح الدوله. انا برضو قبل ما ننهي الحوار، مسرح الهواه مسرح مهم جدا. لما قامت الثوره 2011 مسرح الدوله اللي هو مسرح المؤسسات توقف، ده شيء طبيعي، اللي بينتجهم اصبح في قلق فتوقف، النجوم انسحبوا من الصوره بيستكشفوا الوضع ايه. اللي بقى في الصوره مسرح الهواء ومسرح المستقلين، هم دول اللي كانوا موجودين في الصوره، هم اللي بيعملوا اعمال وبينتجوا اعمال. فمسرح الهواء متواجد ومسرح المستقل متواجد بشكل عام، وفي مسرح الثقافه الجماهيريه طبعا. مسرح الثقافه الجماهيريه ده مسرح هام جدا. اولا ممكن نشوف كل ده وكل العروض الهامه دي من خلال المهرجان السنه دي باذن الله. اولا ممكن التلفزيون يعمل له برنامج ثابت كل اسبوع بحيث يقدم العروض. ده بيحصل بتاعه فعلا عندنا في التلفزيون المصري، الاهتمام مازال بالحركه الثقافيه والمسرحيه تحديدا. ده عندنا برنامج يمكن زميلتي نهله بتعمله في برنامج بشكل اسبوعي. استاذ ناصر انت نورتنا، شكرا جزيلا لحضرتك، وقتنا للاسف خلص، بشكرك وكل التوفيق يا رب، لانه مثل هذه المهرجانات زي ما قلنا قبل كده انه دي بتعمل حقيقه حراك ثقافي مهم جدا، وكمان مش للحركه المسرحيه في مصر بس، ولكن كمان على المستوى العربي والمستوى العالمي. شكرا جزيلا لوجودك معنا في مصر جميل. بعد الفاصل ان شاء الله نلتقي بحضراتكم، ويضيفنا في الفقره الثانيه الاستاذ ايهاب اللبان القمصير العام لبنالي القاهره الدولي. ابقوا معنا. عالم الجمال في مصر جميله مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.